اللهم لا تجعل في صدر أحد منا عبد ولا أمة حاجة إلا قضيتها. اللهم لا تجعل في صدر أحد منا عبد أو أمة حاجة إلا قضيتها ويسرتها لنا. تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. اقض حاجاتنا وبلغنا آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعل قدوتهم الصحابة والتابعين والصالحين والأنبياء والشهداء والصالحين يا رب العالمين.